سيداتي وسادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقه المهمه اللي غادي نتكلموا عليها على بعض النقاط اللي هي مهمه ويجدر الاشاره بها في قروض انطلاق، نظرا انه موضوع الساعه وانها الالتفاته الدائمه اللي كاينه في هذه الوقيته، ان الدراري والدريات حاملين مشاريع، مقاولين ومقاولات باغيين يدفعوا الدواسه ديالهم ديال الانطلاق. دونك اول نقطه غادي نتكلم عليها وناكد عليها هي ليكسبيريونس ديالك في الدومين او لي جوستيفيكاتيف ديكسبيريونس. ملي كنقولوا جوستيفيكاتيف ديكسبيريونس ولا الدليل ديالك انك عندك خبره في داك المجال اللي اختاريتيه اللي باغي تمولو، يا اما ديبلوم يعني قريتي عليه وتخرجتي فيه وعندك ديبلوم من مؤسسه من المؤسسات، يا اما سواء ديال الدوله او لا خاصه اون ايكول بريفي، يا اما des attestations de travail شهادات عمل قبليه انك كنتي خدام في واحد الخدمه كسالاري كموظف وكنتي كتاخذ واحد السالير وعبر سنوات اكيد الخدمه راك خديتي ان اكسبيريونس، يا اما attestation de stage تعزز بلي انك سويت لديك القرايه ولا لديك التوجه ديالك في داك الدومين، دوزتي على الاقل 6 شهور على الاقل 6 شهور في واحد المؤسسه معينه اللي عندها نفس التوجه اللي بغيتي تمولو وعطاو لك يعني اون اتيستاسيون دو ستاج، اولا شهاده مهنيه ولا اداريه كيصاوبها لك المقدم كيشهد لك انك عندك كتمارس ديك الحرفه المعينه ولا داك النشاط المعين. فشتو معايا ان الخبره مهمه، راه ناس يعني عندهم تخصص في واحد الدومين معين ولا ربما قارين عليه ولا ربما سنوات ديال الاكسبيريونس، ولكن باقي عندهم صعوبات في داك الدومين نظرا لصعوبه الدومين نظرا للتكنيسيته ديال الدومين بحد ذاته، فما بالك بواحد اللي باين له يتلونصا في داك المشروع، ما عنده لا قرايه عليه لا خبره عليه لا تجربه عليه لا ستاج عليه وبغى يتلونصا في داك المشروع. فشوفوا معايا ان اهميه جوستيفيكاتيف ديكسبيريونس او الدليل الخبره ديالك هو شي حاجه اللي هي مهمه وشي حاجه اللي كتحميك انت اولا وقبل كل شيء على نجاح المشروع ديالك ولا استمراريه المشروع ديالك. النقطة الثانية اللي هي مهمة في قروض انطلاق ويجدر الإشارة بها والتذكير عليها هي أن انطلاق مفتوح الناس اللي أقل من 5 سنوات. نقول الناس بالعامية كنقصد بها يعني الشركات، كنقصد بها السجل التجاري، كنقصد بها التعاونيات، كنقصد بها المقاول الذاتي، الصيغة القانونية على العموم اللي ما فايتاش 5 سنين يعني باش يكون اسم على مسمى انطلاق، يعني بغى ينطلق بغى يبدا. ف في لي بابي اللي مطلوبين كاين عقد الكراء او لا وعد بالكراء، رانا هنايا كاين شي ناس اللي كيكون عندهم عقد الكراء في واحد العام معين، ديك الوريقه ديال عقد الكراء ديال الكونتخا دباي كتكون يعني فيها واحد السنه اللي هي فايته 5 سنين. هاد الحويجات كيقدروا انهم يعكسوا لك الدوسي ديالك حيتاش جوستمون كاري بواحد المده الزمنيه اللي هي اكثر من 5 سنوات، وبالتالي يعني انت ماشي اللي جيب الانطلاق. اولا عندك مثلا الساروت والورقه ديال الساروت لو با دو بورت ديالك يعني فايته لادات اللي مكتوبه في ديك الورقه فايته 5 سنوات، وبالتالي يعني فونيت با اللي جيب الانطلاق، لا تتناسب مع هذاك الشروط ديال الانطلاق اقل من 5 سنوات. فهذه نقطه مهمه خذوها بعين الاعتبار. النقطة الثالثة هي ستارت تي بي او، كلشي كيسول على ستارت تي بي او شنو هي. فستارت تي بي او بالنسبة للناس اللي طالبين قل من 30 مليون، هذه هي النقطة الأولى، اللي طالبين قل من 30 مليون كتكون عندهم واحد 5 مليون سون انتيغي أو لا بطريقة أخرى 20% من لو كريدي دانفيستيسمون كتكون سون انتيغي وكترد من بعد 5 سنوات انفيني دفعة واحدة، هذه هي ستارت تي بي او. فإذا كان القرض بواحد النسبة اللي هي جد محفزة اللي هي 2% في القطاع الحضري و 1.75% في القطاع القروي، فستارت تي بي او لابارتي ستارت تي بي او اللي هي 20% من يعني لو كريدي دانفيستيسمون ديالك فهي من دون فوائد وكترد من بعد 5 سنوات دفعة واحدة انفيني. النصيحة الرابعة، اي ورقه عندك تقدر انها تعزز الدوسي ديالك زيدها،
التصويرات ديال المحل عندك خدام فيهم ما فايتش 5 سنين زيدهم، التصويرات ديال المنتوجات عندك ما فايتش 5 زيدهم، عندك كتالوج زيدو. وكذلك يعني النقطه المواليه اللي هي لي بروميس دو كولابوراسيون، ولا الى عندك شي بون دو كوموند، يعني وعود الاشتراك والتعامل يعني بيلاتيرال ما بيناتكم كمشروع وشي بارتنير عندك، اولا شي واحد مدوز لك ولا داير لك شي بروميس دو بوند كوموند ولا عطاك شي بوند كوموند. الا عندك هادشي زيدو في الدوسي، يعني انا الا خديت هذوك الفلوس ولا الاخر يعني راه عندي واحد البوند كوموند ولا واحد الوعد بمشاركه وعمل بيناتنا، راهم عندي ان شاء الله، راه عندي لي بارتنير، عندي شركاء العمل مع من غادي نعود نخدم. إضافة مهمة، نساء 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 فئة النساء اللي عندهم الدبلوم في الخياطة ولا اللي عندهم الدبلوم في واحد الفئة معينة وباغين يبداو مشروع ديالهم، زعما العيالات دفعوا الدواسة ديالكم. يعني شوفوا راه كيكون عندي خبرة مكتسبة، كيكون عندي دبلوم كندعم به المشروع ديالي، عندي واحد صيغة قانونية على سبيل المثال مقاول ذاتي ولا سجل تجاري أو تعاونية، بغيت نبدا المشروع ديالي، فاكيد اعيد واكرر هذا الميساج اللي كندوزو ديما، لهاد القروض مفتوحه للنساء وللرجال بجوجهم. والعيالات حنا عارفين ان جمع لا ربما يكون واحد تخوف من دخول لونتربرونيا ولا كتكون واحد المسؤوليه بالمقارنه مع الرجال، ولكن انا دابا درت هاد النقطه باش يعني أعيد وأكرر الدعوة مفتوحة للنساء كذلك باش أنهم يستفدوا. فإلا كانت متوفرة فيك الشروط وكان عندك واحد ديبلوم معين في واحد المجال معين وجمعتي الوريقات، أعيد وأكرر الوريقات، فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، فوتوكوبي ديال الصيغة القانونية، مقاول ذاتي أو شركة أو تعاونية، عقد الكراء أو وعد بالكراء، دراسة الجدوى، لي دوفي سواء الدوفي ديال الماتيريال او لا الدوفي ديال السلعه او لا الدوفي ديال لاميناجمون او لا ديال لا كونستركسيون على حسب شنو عندك. وكذلك يعني الدبلوم في حالة توفره او لا لاتيستاسيون دو ترافاي او لا شهاده المقدم او لا لاتيستاسيون دو ستاج، وكذلك واحد الورقه سميتها تصريح بالشرف يعني كتعطيها لك البنكه كتزيدها في الدوسي ديالك. فهاد يعني والسيفي السيرة الذاتية، فهاد الوثائق كاملين كتجمعهم وكتدفع بهم الدوسي ديالك. ماذا بيك تجمع الوثائق كاملة، ماذا بيك تجمع الوثائق كاملة باش يكون عندك ان دوسي اللي هو الحقو طريقو. فنتمنى تكونوا استفدتوا معايا من النصائح ديال اليوم بخصوص قروض انطلاق. غادي نبقى نجمع التساؤلات ديالكم ونجاوب عليهم في دي فيديو اللي كيتعم الفائده. شكرا على الثقه الدائمه، كنت معكم ايناس بوبكري من قناه ايناس بوبكري لدعم ومواكبه المقاولات. تحيه طيبه والى اللقاء.